طبعا انا عملت مجموعه اعمال، كان اولها حتى قبل حديث صباح والمساء كان مسرحيه الناس اللي في الثالث. كان طبعا عرض كبير، وكان بمشاركه استاذ سميحه ايوب واستاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه واستاذ رياض الخولي ورشوان توفيق. كانت مجموعه كبيره الحقيقه. وبعد مسرحيه الناس اللي في الثالث الحمد لله نجحت نجاح كبير قوي قوي هنا وبره مصر، يعني في العالم العربي كله. وبعدين حصل بقى مسلسل حديث صباح المساء اللي هو كانت النقله الكبيره ليا ولكل جيلي، يعني لانه المسلسل كان كبير وكان عمل يعني ما بيتكررش، يعني نادرا لما يتكرر يعني. وعملت بعديها مجموعه اعمال حوالي 12 او 13 مسلسل، كان اخرها مسلسل احزان مريم مع استاذه دنيا سمير غانم واستاذه ميرفت امين واخراج الاستاذ الكبير عمر عبد العزيز. في الحقيقه حظي كان كويس قوي قوي في الاول، لاني عملت العرض المسرحي ده وبعدين عملت الدور بتاع حديث صباح المساء، والدور كان حقيقه كان يعني كان 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 دور حلو قوي قوي، ويمكن كان مخيف قوي بالنسبه لي في البدايه. طبعا اول ما قريت الورق واول ما عرفت ان الدور داخل فيه غنى ومزيكا، طبعا الغنى والمزيكا دي يعني ايه دي مجالي، فما كانش بالنسبه لي صعب قد قرايه القران. ده اللي كان مخيف جدا جدا بالنسبه لي، ان الناس تقبله او ما تقبلوش. لكن الحمد لله يعني بكرم من عند ربنا الناس قبلته. وبعدين اشتغلت بقى مجموعة أعمال مسلسلات، كان آخرها مسلسل أحزان مريم ومسلسل السندريلا مع الأستاذة منى زكي. بعد ما عملت أحزان مريم وكنت ماشي في طريق يعني معالمه كانت يعني شبه يعني واضحة، حسيت إنه الأدوار اللي كانت بتجيلي أقل من الأدوار اللي أنا عملتها كمساحة وكدور. هو المساحة بالنسبة للممثل ما بتفرقش، حتى لو مشهد واحد لكن المشهد كويس وحلو يقدر الممثل يطلع فيه امكانياته وطاقاته، ولما الناس تشوفه تتبسط. لكن للاسف كل الحاجات اللي جات لي في الوقت ده او بعد مسلسل احزان مريم كانت كلها اقل من اللي انا عملته قبل كده، او يمكن شبهه، بس ال 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 النتيجه كانت الكيرف انه بينزل، كيرفي كان بينزل، او كيرف الادوار اللي كانت بمعنى اصح بتجيلي كانت اقل من اللي كان بيجيلي قبل كده. فحقيقه انا خفت، يعني خفت ان انا اكمل بنفس الوتيره، يفضل الكتب ينزل 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 لغايه اما ما بقاش ان يعني برضو الناس بيبقى ليها حق علينا، انه لما الناس بتتفرج وبتشوفني او بتشوف اي فنان في 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 شكل معين ما بتحبش ان الشكل ده ينزل عنه او يقل عنه. ده بيعمل حساسيه شويه عند الناس وحساسيه عند الفنان حتى. فما كانش عندي بديل غير ان انا كان لازم اقف، لازم اعيد حساباتي، لازم اشوف انا لو كملت هيكون افضل ولا لو وقفت هيكون افضل. بصراحه لما فكرت وسالت فنانين زمايلي كبار كلهم قالوا لي لازم تقف، لازم تعيد حساباتك، لازم لما تكمل تكمل على نفس الوتيره، مش في المساحه لكن في الدرجه او المكانه اللي انت عملتها عند الناس. فبالتالي لو كملت كان هيبقى مضر بالنسبه لي كفنان، ومضر بالنسبه لمستقبلي لو ان انا اكمل على نفس الوتيره دي. فوقوفي كان لاعاده حساباتي، وكان عشان خاطر انا اخرج من نطاق انا كنت مزنوق فيه، بمعنى ان انا دلوقتي كل يعني كانت الادوار كلها كانت محصوره في الشاب اللطيف الظريف اللي بيغني ممكن وممكن يكون ما بيغنيش. انا في مسلسلات عملتها ما كانش فيها غنى زي مسلسل احزان مريم، ما كانش فيه غنى خالص، لكن في النهايه برضو الدور كان محصور في الولد الديسنت البريء الجميل. فده ما اقدرش انا اكمل على نفس الوتيره دي كممثل، لانه خلاص الناس ممكن توصل في مراحل ان هي مش قادره، يعني خلاص ملت من كتر اعاده نفس الدور ونفس التكرار. ففكره ان انا اتوقف دي كانت بتديني انا فرصه، وبتدي للاساتذه المخرجين وللناس اللي بتشتغل ان هي تشوفني بشكل مختلف. عارفه لما بكون انا كل مسلسل او طول الوقت انا موجود بنفس الشكل خلاص مش هقدر اخرج منه، حتى لو انا عايز وحتى لو في مخرج شايفني بشكل تاني هيبقى صعب عليه قوي، لان خلاص انا اتحصرت في ده، والناس حتى ممكن ما تقبلنيش مثلا في دور مختلف شويه، دور ممكن يكون فيه شر، ممكن يكون فيه خبث، يعني اي حاجه غير السكه اللي انا كنت ماشي فيها. لكن لو وقفت، لو كنت توقفت زي ما انا عملت كده، ده بيدي مساحه بالنسبه لي وبالنسبه للمخرجين وبالنسبه للناس اللي بتشتغل ان هي تشوفني بشكل مختلف لاني بعدت شويه. انا كنت خايف طبعا
لانه ده سلاح ذو حدين، ان انا لما اتوقف ده هيأثر وهيخلي الناس تنساني وهيخلي الناس ما بقاش موجود يعني. يعني وده يعني بنسبه كبيره حصل. هو طبعا يعني الحظ خدمني في انه المسلسل الكبير مسلسل حديث صباح ومساء خلى الناس تفضل فاكراني وما تنسانيش الحمد لله بسهوله يعني. لكن في النهايه برضو ده يعني المجال العمل والمخرجين والكتاب برضو بعت